شيخ زامي استوقفني هذا المنظر. هذا شاطئ خليج طنجة، ربما اللي سبق له جاي هنا راه غادي يعرف من خلال هذه الصورة عن بعد. داكور، وانا في هذا المكان اللي كيتسمى بمحج محمد السادس، هو هذا خليج طنجة. علاش وقفت هنايا؟ اكثر الانتباه ديالي دوك المظلات ديال البلديه اللي كيكونوا مصوبين من القش، سي بيان دايرين فين يترمى يعني الازبال، دايرين هاد الممرات. هذا واحد، وهنا كاين واحد الممر اخر، ها هو باللوح اكسترا، لا بلاج نقيه مزيان. في الليل كاين هاد لي بروجيكتور هادو، تري تري بيان. مي شنو هي الحاجه اللي يؤسف لها؟ هو هادشي كامل، هو ان دوك العينات الفاسده اللي كتجيو تحت الشواطئ، في كل الشواطئ تقريبا المغربيه، مع يمكن بعض الاستثناءات، راه كاينين كراسه من بعيد ما عرفتش واش يبانوا لكم ولا لا. يعني البلديه كتهيئ الشاطئ للمصطافين في الصيف باش تسهر على الراحه ديالهم. هادشي راه سي دو لارجون، راه ماشي كيجي واحد كيحط الكريسيات مع الماء كيغطي لك داك المنيدر اللي انت شوف منين ماجي باش تجلس حدا البحر. الناس اللي مشرفين على هاد الشاطئ يردوا البال لهاد العينات، راه غادي تحتل الشاطئ من جديد. اللهم إني قد بلغت، تحياتي.